بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين.